اقول يلا فانكشن اوف جول بلادر. طبعا الشابتر ده كان بيتكلم عن شابين الاثنين، الشابتر الاول هو البايل سكريشن اللي اتكلمنا فيه عن البايل عموما، ثم خدنا البايل سورس ثم خدنا البايل بيجمنت. الشابتر الثاني بيتكلم عن الجول بلادر، هو بادئ على طول ايه هي الفانكشن بتاع الجول بلادر. الجول بلادر اول حاجه ستورج بايل، اللي كنا قلنا امبارح البايل بيتم تصنيعها في الليفر وبيتم تخزينها في الجول بلادر، وبالتالي الجول بلادر اول وظيفه ليها ستورج اوف بايل. ان بتوين المين واللي بين الوجبات البايل از ستورد ان جول بلادر، لان السفنكتر اوف اودي از كلوزد. عندنا طبعا السفنكتر اوف اودي ده السفنكتر اللي موجود بين البايلري سيستم وبين السمول انتستين. المفروض البايلري سيستم اللي هو الليفر والبنكرياس بيصنع البايل ويفرزها في السمول انتستين بين الوجبات، يعني لما يكونش فيه اكل السفنكتر اوف اودي بيكون مقفول، وبالتالي البايل ما بتخش السمول انتستين هتفضل قاعده في الجول بلادر، يبقى بيحصل ستورج اوف بايل ان جول بلادر. تاني حاجه ايفاكيويشن اوف جول بلادر، وكلمه ايفاكيويشن اوف جول بلادر اسمها الكوليجوجاس. كنا خدنا امبارح حاجه اسمها الكوليريتيك، النهارده احنا بناخد حاجه اسمها الكوليجوجاس على صفحه 38. كوليريتيك خدناها امبارح، دي المواد اللي كانت بتزود البايل فلو فروم الليفر. الكوليجوجاس ان شاء الله هناخده النهارده وهنعرف انها دي اللي بتعمل ايفاكيويشن اوف جول بلادر، ده اللي بتخلي البلادر تفضي. الكوليجوجاس هو بيقول ات ايفاكيويت اتس كونتنت، طبعا البلادر بتفضي الكونتنت بتاعها في الديودينم عن طريق الكونتراكشن اوف الوول وريلاكسيشن اوف سفنكتر اوف اودي. انا عاوزك تعرف لي ان الجول بلادر دي بيكون ادي الجدار بتاعها، قسمها رسمه برو كده، الجول بلادر ده الجدار بتاعها، والجدار بتاعها ده المفروض ان فيه انبوبه، الانبوبه دي اسمها السيستم دكت. السيستم دكت دي ليها سفنكتر، سفنكتر اسمه سفنكتر اوف اودي. فلما يبقى الجدار مرخي والسفنكتر اوف اودي مقفول معناه ان انت تخزن هنا، امال لما الجدار ينقبض والسفنكتر اوف اودي يفتح معناها تفضي اللي موجود جواك، وبالتالي لما تيجي تخزن رخي الجدار واقفل السفنكتر اوف اودي، لما تيجي تفضي اعمل انقباض للجدار وافتح السفنكتر اوف اودي. كونتراكشن او كونسنتريشن اوف بايل بيزود تركيز البايل، في قوه الحركه امبارح البايل بيتصنع في الليفر، وبعد ما يتصنع في الليفر بياخد بعضه ويروح الجول بلادر. كان بيتصنع في الليفر كم كبير جدا، اول ما يروح الجول بلادر تلاقي الكم ده قل قوي. ايه اللي بيخلي الكم يقل؟ امبارح قلت لك كنا بنسحب الميه منه، فلما بنسحب الميه كنا بنزود تركيزه، فالجول بلادر بتعمل كونسنتريشن بتزود تركيز البايل، لان الجول بلادر اصلا السعه بتاعتها من 50 ل 70 مللي، يعني الجول بلادر تقدر تشيل جواها من 50 ل 70 مللي، وده كم قليل جدا مقارنه بكم البايل اللي بيوصل لها، يعني البايل اللي بيوصل بيكون كم هائل، كم كبير، قد يصل الى نص لتر، هي ما بتعرفش تشيل الا 50 مللي بس، امال هتعمل ايه في الكم الكبير اللي جاي ده؟ تسحب منه الميه فتزود تركيز البايل، تقدر تستوعب الكم اللي هي تقدر تستوعبه. عشان كده بقول لحضراتكم الجول بلادر الكباستي بتاعتها اصلا بتكون من 50 ل 70 مللي، وبالتالي الجول بلادر وول جدار الجول بلادر هيعمل ري ابزوربشن للووتر وال ان اي اتش سي او 3 ابزوربشن للووتر، هيشد الميه ويشد ال ان اي اتش سي او 3، وانا لما اشد الميه بالحاجه معناه ان تركيزها زاد، وبالتالي هيكتب البايل از كونسنتريتد التركيز هيزيد. حتى لو فاكرين امبارح كنت بقول لكم بنخاف من حته التركيز دي، ان اللس السن والكوليسترول يترسموا يعملوا حصوات، فكان لازم تبقى موجوده حاجه كده اسمها البايل صوت عشان تمنع تكوين الحصوات لما يحصل التركيز ده. كونسنتريشن اوف بايل صوت ان الجول بلادر، وجود البايل صوت في الجول بلادر بيزيد تقريبا تركيزها بيزيد من 5 ل 10 مرات مور ذان ان الليفر. يعني هو عاوز يقول لك ايه؟ تخيل مثلا ان الليفر موجود هنا اهوت، الليفر ده بيفرز البايل بمقدار 500 مللي مثلا، ده كم كبير جدا. ال 500 مللي دولت الجول بلادر ما تقدرش تشيل الا 50 بس، وبالتالي ال 500 لازم يبقوا 50، فلازم التركيز هنا يزيد، التركيز يزيد يعني اسحب ميه، هو بيتسحب الميه وبيتسحب ال ان اي اتش سي او 3، فال 500 دول يتحولوا الى 50، فال 50 يبقوا موجودين هنا، لان احنا من ال 500 دول من الجدار سحبنا الوتر وسحبنا ال ان اي اتش سي او 3 وسيبنا الباقي، الباقي ده يفضل تقريبا مقدار 50 مللي، يعني التركيز زاد من 5 ل 10 اضعاف اللي كان موجود فيه. ده الكم يا جماعه، ده الكم، لما تسحب ميه التركيز غير الكم، ده الكم، لما تسحب ميه يبقى التركيز بيزيد. اسيديفيكيشن اوف بايل بقى بيخلي البايل تبقى اسيديك، ازاي؟ بيقول ذيس اوكير ديو تو ري ابزوربشن بتاع ال ان اي اتش سي او 3، احنا لسه قايلين الجدار حالا كان بيشد مين ويشد مين عشان يزود التركيز؟
يشد ميه ويشد ال NHCO3، وال NHCO3 ده اصلا اسيديك ولا الكلاين؟ ده الكلاين، فلما شده يبقى الوسط اسيديك، هنسحب ال NHCO3 وبالتالي ال pH هتقل، ومعنى كلمه ان ال pH تقل يعني بقت اسيديك، بتوصل من 6 ل 7. فاكرين امبارح لما كنا بنقول الباين في الليفر بتبقى الكلاين، انما لما تروح الجول بدر تبقى اسيديك، لان شدينا منها NaHCO3 وشدينا منها الميه. اسيديك بي اتش بريفنت الكالسيوم بريسيبيتيشن والستول فورميشن، ده ميزه. طبعا انا لو سالنا دلوقتي سؤال، هو احنا ليه بنشد الميه؟ عشان التركيز، عشان نزود التركيز. اعمل ايه زياده التركيز؟ ان انا اقلل الكم. امال ليه بشد ال NaHCO3؟ الفكره انك لما تشد الميه التركيز هيزيد، التركيز لما يزيد معناه حاجه ممكن تتراكم على بلاط الحصوات، فلازم تشد كمان ال NHCO3 عشان الوسط يبقى اسيدك، فلما يبقى اسيدك ما يتكونش حصوات، يعني الاثنين بيخدموا على بعض. هو الكم كان 500، عاوزين نوصله ل 50، يعني عاوزين نزود التركيز نسحب ميه. سحبنا ميه لقينا التركيز زاد، ظهرت مشكله ان ممكن الحاجه اللي بقيت كلكع على بعضها تعمل حصوات، قام جايب جدار شال ال NHCO3 فخد الوسط بقى اسيدك، والوسط الاسيدك يمنع تكوين الحصوات. فهي دي الفكره، بنشد ميه عشان نزود التركيز، بنشد NaHCO3 عشان نخلي الوسط اسيدك، والاسيديتي بتمنع الكالسيوم بريسيبيتيشن تخليه ما يترسبش، وبالتالي ما يحصلش ستون فورميشن. ديكريز البريشر ان باينري داكت، بيقلل الضغط في الباينري داكت. يعني ايه قلل الضغط في الباينري داكت بقى؟ بصوا يا جماعه، الانابيب اللي موجوده هنا اسمها الباينري داكت، انابيب الكبد اسمها الباينري داكت. هو لما يكون الكبد عمال يصنع 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 يصنع، يودي فين بعد كده؟ بيودي في الباينري داكت. ليه؟ الباينري داكت المفروض انها تصب في الجول بلادر. طب سؤال بقى، افرض مفيش اكل، هل ده محتاج ينزل؟ مش محتاج ينزل، بس هو ما زال عمال يتصنع، فما زال عمال يتصنع فبيتراكم هنا، فلما يتراكم يخش انابيب بتاعت الباينري داكت. الانابيب دي دلوقتي بقى فيها كم كبير جدا، هل احنا محتاجين نطلعه؟ معلش محتاجين، لان السبيكتر ده مقفول. فاهم انت اللي هو الكبد عمال يصنع ملوش دعوه بالوجبات، الكبد عمال يصنع باستمرار ويحط في الانابيب، فدلوقتي الانابيب مليانه، يعني الضغط فيها زايد، ممكن يخلي الانابيب تنفجر، الضغط ده يخلي الانابيب تنفجر، تقوم الجولد بلادر شفطه الكم اللي في الانابيب ده مخزناه جواها، بحيث ان الانابيب الضغط فيها يقل ما تنفجرش. ده معنى كلمه ديكريز البريشر ان باينري داكت، لما يكون مش محتاجين نطلع البايل، يعني البايل بتتصنع باستمرار، انما بتطلع لما بيكون في اكل، انما هي بتتصنع باستمرار. فكره بقى ان مفيش اكل وهي عماله تتصنع، الجزء اللي اتصنع ده ممكن يخلي الرئه تنفجر، لانه عمال يتراكم يتراكم يتراكم، تقوم البلادر شده الجزء ده كله، البلادر شداه وخزناه جواه، بحيث يتصنع تاني يتصنع تاني، وهي تشد 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 لحد ما تملى على الاخر، لازم تاكل بقى عشان تقوم بيها هي مفضيالك اللي هي مالته مع الاكل. بول الجول بلادر اكوميديت، كلمه اكوميديت معناها قادره على احتواء. كونسيدرابل بارت اوف ليفر بايل، الجول بلادر قادره على انها تحتوي جواها كم محترم، كونسيدرابل بارت معناها كم كبير من الليفر بايل اللي سكريتد بتوين الميلز، يعني دلوقتي في اكل ولا مفيش اكل؟ مفيش اكل بس البايل عمال يفرز، بتوين الميل معناها مفيش اكل بس البايل عماله تتصنع وتفرز، هتروح فين؟ البودا بتسحبها من الانابيب عشان ما تتراكمش في الانابيب. اكسسيف رايز ان باينري بريشر ممكن يؤدي الى ستوبج اوف بايل سكريشن وامبيرمنت ليفر فانكشن. يعني ايه بقى؟ بص المفروض ان عندنا ده الليفر، الليفر الانابيب اللي موجوده جواه دي السيلز بتاعت الليفر، والسيلز دي بتصنع البايل وتطلعها في انابيب، بقت اسمها الباينري داكت. الخلايا عماله تصنع بايل باستمرار وتحطها في الباينري داكت، تقوم الباينري داكت متجمعه كلها ومتكونه انبوبه، الانبوبه دي تكون جايه بس مع انبوبه الجول بلادر، ونازلين الاثنين واحدين للديودرم اللي هو جزء من السمول انتستين. ده لما يكون في اكل هنا، يعني لما يكون في اكل في الديودرم الاثنين دول هم جايين مخرجين مع بعض السمول انتستين اللي هو جزء الديودرم. طب ما فيش اكل، المفروض الليفر يوقف بقى؟ لا الليفر ما بيوقفش، الليفر يقدر ينزل بايل ينزل بايل ينزل بايل، فالبايل تملى الانابيب، فالانابيب بقت مليانه، الانابيب لما تتملي الخلايا ما تصنعش. الانابيب لما تتملي الخلايا ما تصنعش، حاجه زي نيجاتيف فيدباك كده، اللي هو خليه تبعت لانبوبه، فالانبوبه لما تتملي كل الخلايا ما تصنعليش. فالخليه لو فضلت ما صنعتش فتره كبيره بتبوظ. خليه الكبد يا جماعه بلغتنا الدارجه خالص مفراغ، يعني ايه مفراغ؟ عاوزه تشتغل بس مش عاوز تقعد، عاوز خليها رايحه هنا وجايه من هنا رايحه هنا وجايه من هنا رايحه ورايحه ورايحه ورايحه، شغاله ما تقفش.
فلما اتنقلت انبوبه قالت لها مكوه وقف ما تبرزيش تاخد على خاطرها وتبوظ. عشان كده كنا لازم ناخد خليه الكبد على قد عقلها. ازاي؟ انت حاطيني شويه في الانبيب، طب حط اللي انت حاططيه في الجول بلاذر، صنعي تاني يا ابني حطيت لك المكان اهو، واول ما خليت صنع تاني وبعدين حطيت في الجول بلاذر، صنعي تاني يا ابني حضر لك المكان. فكل اللي احنا عمالين نعمله الخليه تصنع تحط في الانبوبه، ناخد من الانبوبه نحط في الجول بلاذر. خليه تصنع تحط في الانبوبه، ناخد اول نحط في الجول بلاذر، لان لو الحاجه فضت في الانبوبه هتخلي الخليه ما تشتغلش. فيحصل امبيرمنت اوف ليفر فانكشن، خلل في وظيفه الكبد. عشان كده بيقول لحضرتك اكسسيف رايز اوف بايلر بريشر، زياده الضغط جوه الانابيب، والا يخلي الضغط يزيد جوه الانابيب. ده لو الوظيفه ده ما بتحصلش، يعني لو الجول بلاذر ما بتشدش البايل دي، لو الجول بلاذر ما بتشدش البايل الضغط يزيد في الانابيب، والضغط لو زاد في الانابيب هيخلي البايل سكريشن يقف، يعني الخلايا ما تفرز، وبالتالي الخلايا لما مش هتفرز هيحصل امبيرمنت اوف ليفر فانكشن، خلل في وظيفه الكبد. سكريشن اوف ميوكس، الجول بلاذر بتطلع ميوكس مخاط اسمه الوايت بايل. الميوكس ده بنسميه الوايت بايل، ده عباره عن مخاط بيطلع من جدار الجول بلاذر. هنا بيقول ان السكريتد باي الميوكس جلاند في الجول بلاذر ميوكوزا، ودي بتحمل وول فروم كونسنتريتد بايل، بتخلي جدار البلاذر ما يتاثرش بالبايل اللي احنا عملناه كونسنتريشن دي. يعني ايه؟ هو بيقول لك هنا ان الجدار بتاع الجول بلاذر من جوه بيطلع ماده اسمها الوايت بايل، ده عباره عن مخاط يقوم قاعد على الجدار، فلما يقعد على الجدار البايل المركزه اللي هنا ما تبوظش الجدار. فكان الفكره بيقولها ازاي بقى؟ فانكشن بتاع الجول بلاذر بيقولها كالاتي قصه. اول حاجه الخلايا صنعت بايل، البايل بقت في الانابيب، تقوم الجول بلاذر شد البايل من الانابيب عشان تقلل الضغط هنا، فلما البايل يخش الجول بلاذر يتخزن جواها، يبقى اول وظيفه ديكريز البريشر، تاني وظيفه ستورج، واول ما يتخزن هنا الساعه صغيره، فلازم نشد الميه عشان نزود التركيز، ولما زودنا التركيز ظهرت لنا مشكلتين، المشكله الاولى ان ممكن يتكون حصوات، المشكله الثانيه ممكن الجدار يبوظ. عشان ما يتكونش عصوات شد ان اي اتش سي او 3 فيبقى الوسط اسيدك، ما يتكونش عصوات، ثم الجدار يفرز وايت بايل اللي هي الميوكس اللي يخلي الكونسنتريتد بايل دي ما تبوظش الجدار. فخدها كانها قصه كده، خدها بالترتيب، من اول الخلايا هتعمل ايه في الجول بلاذر تعمل ايه، وبالتبعيه هيحصل ايه. طبعا بعد كده بقى لما السبيكتر فوق يكون مفتوح والاكل يجي، كل محتويات الجول بلاذر تقوم جايه نازله لسمول انتستين، فيحصل ايفاكيويشن. مكتوب بعدها بيقول الميكانيزم اوف ايفاكيويشن بتاع الجول بلاذر. امتى الجول بلاذر تفضي يا جماعه؟ امتى الجول بلاذر تفضي؟ طبعا خدت بالكم في المنهج بتاع الدايجيشن كل حاجه نقول سكريشن لازم نتكلم على الكنترول اوف سكريشن، اللي هو امتى يزيد وامتى يقل. هنا احنا هنتكلم بقى الجول بلاذر تفضي امتى؟ بنفضي كالاتي. اول حاجه في نيرفس كنترول، في هرمونال كنترول، في حاجات نون فيسيولوجيكال. ايه هي الحاجات النيرفس؟ طبعا طالما اقول نيرفس يبقى هي ايه؟ يا سمباثيك يا بار، لان احنا في الجي اي تي يبقى يا سمباثيك يا بار. مين اللي كان بيزود الايفاكيويشن يا جماعه؟ اللي كان بيخلي الحاجه تطلع اللي فيها كان البار. فاكرين السمباثيك كان بيعمل ايه على اي اورجان؟ يرخ الجدار ويقفل السفنكتر، لان السمباثيك كان بتاع الستورج بتاع تخزين، انما البار يعمل انقباض للجدار ويفتح السفنكتر فيعمل تفريغ. يبقى لو هتخزن شغل سمباثيك، لو هتفضي شغل بار، لان اللي بيحصل ايه؟ طالما قلت سمباثيك وبار فضوا، يبقى بنتكلم عن جزئين، بنتكلم عن الجدار ده الجزء الاول، بنتكلم عن السفنكتر ده الجزء الثاني. تقول لهم كلمه في الاوتونوميك، السمباثيك قفل محابس. يعني ايه قفل محابس؟ يقفل الصمام، فالسمباثيك يقفل الصمام ويرخي الجدار، لما يرخي الجدار ويقفل الصمام الحاجه بتراكم هنا، يعني يعمل ستورج. البار العكس يخلي الجدار يرتبط ويفتح الصمام فيعمل ايفاكيويشن تفريغ. مكتوب عندك اول حاجه الفيجاس، الفيجاس بيزود الايفاكيويشن. هو ايه الفيجاس ده؟ اللي هو الباره، الباره بيزود الايفاكيويشن لانه بيعمل ايه؟ موتور للوول وانهبيتوري للسفنكتر اوف اودي. موتور للوول يعني بيعمل كونتراكشن للوول، بيخلي الجدار ينقبض، وانهبيتوري للسفنكتر اوف اودي يعني بيفتح الصمام. بص الناحيه الثانيه على السمباثيك هتلاقيه بيقول بيأخر الايفاكيويشن، ريتارد الايفاكيويشن، بيأخره لانه انهبيتوري الايه؟
للوول وموتور لمين؟ للسفنكتر، يرخي المدار ويقفل السفنكتر فيخزن الحاجه هنا، انما البار تعمل الكبار تفتح السفنكتر فيخرج الحاجه منها. الاثنين بقى بولي فيجال افكت اوكير ديورنج الانجيشن اوف فود بكونديشن وان كونديشن. وانا لما اجي اقول لك ايفاكيويشن 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 يبقى ده لازم مين اللي هيشتغل؟ طالما قلت ايفاكيويشن لازم مين اللي هيشتغل؟ البار. سؤال بقى، لما تكون واكل لما تيجي تاكل مين اللي يشتغل؟ سمسارك ولا بار؟ بار. طالما بتاكل يبقى البار، فالبار هيزود الايفاكيويشن. امال لما تكون ما بتاكلش اللي شغال هيبقى السمباثيك، فقافل الصمام عشان البودر تخزن كم محترم جواها، بحيث لما تيجي تاكل بقى الباره تفتح الصمام اللي كان متخزن يطلع. فالفكره كلها ان هو انت ما بتاكلش، السمباثيك شغال بيخزن لك. اول ما تاكل الباره يشتغل يخرج اللي اتخزن ده، فالاثنين بيخدموا على بعض بكونديشن وان كونديشن. طبعا اتفقنا بقى قاعده كونديشن وان كونديشن، معناها اول ما تحط الاكل في الماوس ده كونديشن، تشوفه تسمع عنه تشمه ده بيبقى اسف الماوس اون كونديشن، انما لو شفته او شميته او سمعته عنه ده كونديشن. الفكره كلها في ايه؟ خليك عارف حاجه بقى، اول ما تحط الاكل في بقك انت بتعمل ان كونديشن لكل حاجه في الجهاز الهضمي. يعني الصوايفا بتطلع ان كونديشن، الجاستريك جوس بتطلع ان كونديشن، البايلري سكريشن بتطلع ان كونديشن، بنكرياتيك سكريشن بتطلع ان كونديشن. فهو كانه بيقول لك ايه؟ اول ما تحط الاكل في الماوس الجهاز الهضمي كله بيفلس. امال لو سمعت الاكل لو سمعت عن الاكل، لو شميت الاكل، لو دقت الاكل، بلاش دقت ليه؟ لو شفت او سمعت او شميت برضه كل الجهاز الهضمي بيزود سكريشن بس بكونديشن. عشان كده كان في كل كنترول يقول لك كونديشن وان كونديشن. بعد كده بالنسبه للهرمونال، الهرمونال عاوزين تحديدا كوليسيستوكاينين، الهرمون اللي كان اسمه الكوليسيستوكاينين، والنهارده لازم اقول لك اسمه كوليسيستوكاينين. انتوا عارفين كوليسيستو دي مين؟ جول بلادر. كوليسيست ده الجول بلادر اصلا، ده الاسم اللاتيني بتاعها. كاينين معناها اللي بيحرك الجول بلادر، اللي بيخليها تفرغ اللي فيها. كوليسيستوكاينين كل ده بيعمل سترونج كونتراكشن اوف، ده بيعمل ايفاكيويشن اوف جول بلادر، بيخلي الجدر تطلع اللي فينا ويعمل سترونج كونتراكشن للوول وريلاكسيشن للسبكتر. يعني زي الفيجاس. حتى لو تفتكروا لما كنت بقول لكم الفيجاس زي الكوليسيستوكاينين عكس السكريتين، ادي الكوليسيستوكاينين زي الفيجاس. يبقى الكوليسيستوكاينين ده بيعمل كونتراكشن للوول وريلاكسيشن للسبكتر زي الفيجاس بالظبط، اسمه كولين سيستو قاينين، وقاينين معناها بيعمل انقباض للجدار فيخليها تفرغ اللي فيها. لو حصل ان انا اديت دواء اسمه مغنيسيوم سلفيت او دواء كولينرجي دراج، كولينرجي يعني شغال زي الباره، كولينرجي دراج معناها الادويه اللي بتشتغل زي الباره. في عندنا دواء اسمه مغنيسيوم سلفيت وكولينرجي دراج، الادويه دي بتزود الايفاكيويشن. عشان كده هو كاتب بيقول دي نون فيسيولوجيكال، حاجات مالهاش علاقه بالجسم، دي ادويه، دي حاجات فارماكولوجيكال ادويه. في دواء اسمه المغنيسيوم سلفيت، الدواء ده لو اديناه بنلاقيه بيزود الايفاكيويشن بتاع الجول بلادر. كذلك الكولينرجي دراج، الكولينرجي دي اللي هي الادويه اللي زي الباره، طالما زي الباره يبقى هيزود الايفاكيويشن. طبعا احنا كنا خدنا كلمتين اتنين قريبين من بعض، كان كلمه اسمها كوليريتيك وكلمه اسمها كولي بوجس. كان في حاجه اسمها كوليريتيك امبارح كولي بوجس النهارده. تعالوا بقى ندمج العنوانين الاثنين مع بعض واكتبهم لك اهوت، ايه هو الكوليريتيك وايه هي الكولي بوجس. طبعا الاثنين هم عباره عن مواد بتزود البايل فلو في الديودينوم. يعني ايه بقى؟ بصوا يا جماعه، هنا الليفر، هنا الجول بلادر، اللي ينزل البايل من الليفر اسمه كوليريتيك، اللي يخلي اللي في الجول بلادر يوصل للسمول انتستين اسمه كولي بوجس. اللي يخلي الماده تنزل من الليفر، اللي يخلي البايل ينزل من الليفر بنسميه كوليريتيك، انما اللي بيزود الايفاكيويشن اوف الجول بنسميه كولي بوجس. يبقى الاثنين في الاخر بيزودوا البايل انتستين، بيخلوا كم البايل يكبر، لان اللي هيخليه ينزل من الليفر للجول بلادر هيخليه يطلع من الجول بلادر للانتستين. فالمرحله الاولى اسمها كوليريتيك والمرحلة الثانية اسمها كوليبوغس، والاثنين بيزودوا البايل فلو للانتستين. عشان كده بيقول دول عبارة عن مواد، المواد اللي بتزود البايل فلو انتو ذا ديودرم، وده ان هم اثنين كوليريتيك وكوليبوغس. كنا اتكلمنا عن الكوليريتيك امبارح، وقلنا ده عبارة عن سبستنس انكريز البايل فلو فروم ليفر، ده بتزود افراز البايل فلو ثلاثة لو فاكرين.
اشهر واحد فيهم واقوى واحد كان البايلسول ده البيست كولوريتيك، وكان معانا منهم السكريتين اللي كان بيزود البايل سكريشن اللي كان مليان ميه واتش سي او 3 زي ما قلنا امبارح، والجاسترين ده كان بكم اقل، ده كنا قلناه امبارح بالتفصيل. بالنسبه للكوليجوجاس بقى ده الجزء الجديد، الكوليجوجاس بيقول لي هي عباره عن مواد بتزود البايل فلو ريليز فروم بول بلادر، يبقى لو زودنا البايل فلو فروم الليفر دي اسمها كوليريتيك، لو زودنا البايل فلو فروم البولر دي اسمها كوليجوجاس، واللي يزود البايل فلو من البول بلادر معناها انه عمل ايه في الجدار بتاعها؟ كونتراكشن، يقول لك لانهم بيعملوا كونتراكشن للجدار، مكتوب عندك باي كوزنج كونتراكشن اوف اتس وول، يبقى الكوليجوجاس هي عباره عن مواد بتخرج البايل من البول بلادر. مين هما الكوليجوجاس بقى؟ اول حاجه كوليسيستوكاينين، لسه قايلين عليه من شويه، الكوليسيستوكاينين ده كان بيعمل كونتراكشن، والمغنيزيوم صلفيت، ولسه قايلين المغنيزيوم صلفيت ده كان بيزود الايفاكيويشن انه بيفتح الصمام، ريلاكس السفنكتر اوف اودي، والبارا سمباسومايميتيك، عارفين مين البارا سمباسومايميتيك دول؟ الكولينرجيك دراج اللي لسه قايلهم الصفحه اللي قبلها، الكولينرجيك دراج احنا قلنا في الصفحه اللي قبلها الحاجات اللي نون فيسيولوجيكال مغنيزيوم صلفيت وكولينرجيك، الكولينرجيك هم البارا سمباسومايميتيك. وخد بالك من السؤال ده في الامتحان بقى، all of the following are choleretics except، واجيب لك اول حاجه بايل سول سكريتين جاسترين كوليسيستوكاينين، يبقى الاختيار هيبقى كوليسيستوكاينين، لان الكوليسيستوكاينين تبع الكوليجوجاس، فاجي اقول لك كل مما يلي كوليجوجاس ما عدا، واجيب لك كوليسيستوكاينين مغنيسيوم صلفيت كولينرجيك دراج، واجيب لك مثلا سكريتين، يبقى السكريتين. اذا ده سؤال يا جماعه في الامتحان مشهور جدا، مين هم الكوليريتيك؟ مين هم الكوليجوجاس؟ وممكن يبقى بطريقه اصعب شويه، ايه الطريقه الاصعب؟ لو جه قال لك كل مما يلي بيزود البايل فلو فروم ليفر اكسبت، يبقى كده بنتكلم عن مين؟ عن الكوليريتيك، او كل مما يلي بيزود البايل فلو فروم البول بلادر اكسبت، يبقى بنتكلم عن الكوليجوجاس، كانه عاوز يسالك سؤال مزدوج كده. وده بالنسبه للشابتر اللي كنا بنتكلم فيه عن البايل سولت والبول بلادر.